والله المقطع هذا ما يبيله تعليق، هذا يبيله شيله على طول، حط له من الشيلات الطيبه. لبوه هجمت لها على مجموعه من الجواميس ومجموعه من الحمرال، وحشل وكاد الحيوان يوم شافت اللبوه وكل واحد يفلخ براسه. هالروح يا الشمال. الزبده طرحت لها حمار وحش انت يا اللبوه، طرحته تبي تغدى عليها اليوم، الله يعينه. لكن السالفه ما انتهت هني، السالفه بدت ملحمه بطوليه لحمار ابو وحش الثاني. اي ترى مو كل في بعض الحمير كفو، هو يجي قال والله ما امشي غير خويي معي، انا مو انا اللي امشي وخلي خويي، تحسب اني ها الوكاد وهو شوف شوف اسقل اسقل يحف ويسقل اللبوه وياخذ خويه ويز يا خلص خويه. اللبوه فتحت فمها قالت هذا شلون الشغل هذا، هذا غش، هذا ما اخذناه بالمدرسه، والله انه كفو احسن من بعض الحمير الثاني.